توقعت مجموعة مارسك للشحن البحري أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاوية في البحر الأحمر إلى خفض قدرة قطاع الشحن بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20% في الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت الشركة التي ينظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية أنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل. وحولت مارسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر لتجنب هجمات قوات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بقصر الإليزي. حضر جلسة المباحثات رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، حيث تمت مناقشة القضايا التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المناقشات تركزت على الأزمات الدولية وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والبحث عن حل لهذا الصراع وآخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط. قالت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الطاقة إن شركة شل تجري محادثات مع أرامكو السعودية لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا، وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد، في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار. وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة. قال القنصل العام الإيراني في باكستان حسن نوريان إن إيران وباكستان تبحثان سبل استكمال مشروع خط أنابيب الغاز بين البلدين. وأضاف نوريان أن هناك إصرارا سياسيا من باكستان على استكمال المشروع. ووقع البلدان اتفاقا لبناء خط أنابيب من حقل غاز جنوب فارس الإيراني إلى إقليمي بلوشستان والسند الباكستانيين في 2010، لكن العمل في الجزء الباكستاني توقف بسبب مخاوف من العقوبات الأمريكية.